فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل زيارة الوالدين في قبرهما هل هي من البر بهما وهل يأنسون بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر له فلم يؤذن له. فزيارة الوالدين في قبورهما من الزيارة، والنبي يقول كنت نهيتكم، قد نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وإذا استحضر في ذهابه لزيارة والديه في المقبرة أن يدعو لهما فهذا حسن، ولكن عليه أن يحرص على الالتزام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يأتي بأشياء ليس لها أصل، لأنه يخشى أن ترد عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وزيارة المقابر تزار للسلام عليهم والدعاء لهم والاستذكار بأن هذه هي المنازل الحتمية للإنسان إذا مات، إلا من مات بوضع لا يمكن ينقل كحرق أو غرق ولم يجد منه شيء فهو لا يضيع على الله جل وعلا.